شوف لك ثلاثة من نهار سقطي كل ما على الخوي شوف لك ثلاثة واحد يحدي على الآخر واحد كيحدي على الآخر آه تي ساري وتدخل الآخر نعم آه. عدنا لكم مشاهدينا الكرام هذه المره مع الام ديال سناء. سناء 12 سنه تعرضت للاغتصاب من طرف ثلاثه ديال الوحوش ثلاثه ديال الاشخاص اللي هذا الاغتصاب نتج عنه كما قلنا حمل نتج من بعده ولاده ديال طفل كيبلغ من العمر دابا 20 يوم. غادي تعاود لنا الام التفاصيل كيفاش عرفت بان بنتها حامل وكيفاش انها طعنات من اقرب الناس ليها وكيفاش ان هاد الناس كانوا كيخدموا معاها في نفس الخدمه ما كيقولوا لها والو حتى تكتشفت بنتها حامله 8 شهور و15 يوم. السلام عليكم ولاد. سلام. انت الام ديال سناء، سناء عندها 12 سنه ولداتك. سناء دابا كتعتبر بانها اصغر ام في المغرب واصغر وحده ربما تعرضت للاغتصاب اللي نتج عنه ولاده وحمل. كيفاش تسقتي الاخبار؟ المهم انا كنت في الخدمه حتى نجيت من نمشي مع 4 الصباح حتى 4 العشية تنجي. كتمشي نمشي مع 4 الصباح حتى 4 العشية تنجي. المهم جيت سقت الخبار قال لي راجلي مشى للسوق جا قال لي شنو واش. نوخا قال لي ما فاش قالها لك البنت شحال كانت حاملة ذاك الساعات؟ المهم دوزني ليها قعدت شي 3 سوايع عاد ولات من مورا داك الشيء. يعني كانت عندها واحد 8 شهور تكون آه. انت هذيك 8 شهور كل ما لاحظتي حتى شي حاجه لا والو الطفله المهم تتلعب مع خوتها صغار تتلعب معهم تتجري تدير كل شيء ما لاحظت والو ما لاحظنا فيها والو مع عمرها قالت لك شي حاجه لا والو ما كتشوفيش داك العاده الشهريه ديالها بان ما بقاتش كتجيها ولا شي حاجه لا لا كانت ديك الساعه هي باقا ما انت عند بالك باقا ما بلغاتش اه باقا ما بلغاتش اه كانت باقا ما بلغاتش آه. واخا منين اكتشفتوا هذا الشيء جلستي انت وبنتك اكيد غادي تكوني جلستي انت وبنتك الا خافت ما قدرتش تقول لنا بقاش عارفين عليه ما قدرتش تقول لنا الطفله خافت ما قدرتش تقول لنا شي حاجه واخا تنسولوها ما واخا انتم ما عرفتوا منين سولتوها قالت لكم ما عارفه والو اه هي آه. قالت لنا واحد اصلا قالت لنا واحد مرة الاول اها صافي خافت الطفله ما قدرتش باش تعاود لنا داك الشيء اللي من بعد من بعد ملي مشيتو عند الطبيب وصافي قال لكم بانها حامله مشيتو آه. درتو شي كي عند جدارميه آه. قال لكم السيد هادي شنو بدات كتعاود لك كيفاش كان كيوقع لها داك الشيء انت يما انت اقرب وحده ليها شنو بقيت نسولها قالت لك لا راه كان تيحلفوا عليا ما تيخلونيش نقول لكم قلت لها قلت لها لهم قلت لك انت وياهم هادوك يعني كان تيقولوا يحلفوا عليها بزاف تيقولوا انا قلت لوالدي هذا الشيء غادي قلت لك انت وياهم ما تقول لي خافت ما اه تفلخ. لا من بعد من دابا سال التهديد نعم القضيه وصلت عند الطبيب وعند الدرك الملكي نعم دابا غادي تعاود لك شنو كان كيوقع شنو عاودات لك كيفاش كان كيوقع داك الشيء قالت لك واش كان كيدخلوا عليها الدار شدوها شنو كان كيدخلوا عليها الدار قالت لك اول مره شكون هو اول واحد تكرفص عليها اول واحد هي قالت لك هذا اللي حدانا جارنا ماشي اللي مجوج لا شي ولد واحد اخر اه عاد بداو كيجيو الاخرين اه هو صافي منين داروا تحناو على ثلاثه ولاو كيجيو تيجيو لها ثلاثه من نهار السقط كل ما حال خاوي تيجيو لها ثلاثه واش كيتحماو عليها بثلاثه دقه وحده لا كيجيو ثلاثه ولا كي واحد كيحضي على الاخر واحد كيحضي الاخر اه تيسالي وتدخل الاخر نعم وهي ما كتقدر تقول والو ما تقدرش تقول حتى شي حاجه انت ديك الساعات كتكوني خدامه ولا كتكوني اه تكون لا تكون خدامه كانت عكوز تمشي للسوق واخا منين دازو دوك ثلاثة ديال السواق دوك الناس بقيتي كتخدمي معاهم دوك مواجههم اه تلاقيتي معاهم شنو قالوا لك؟ لا انا مثلا تمشي معاهم في بلاصة وحدة ولكن تلحقوا لي الخدمة تنفرقوا كيتفرقوا انت كتخدمي في بلاصة ما كيخدموش اه تيبعدوا ما كيقولوش لك في الطريق تيبعدوا عليا بزاف باش ما يهضروش معاك اه باش تلهضروا هما ما غنسمعهمش انا هكاك اه باش تلهضروا هما حدايا ما غنسمعهمش انا تبعدو من يديرو المهم تيديرو الناس بزاف ما بيناتنا كنخدم في شي ديال الفلاحه من سيدي حياله شنو النوع ديال الفلاحه اللي كتفل كانت واحد اللي كتقول لها ديال فيغما اه فيغما ديالاش الفريز ديالاش لا كانت ديال العنبه
دي العنب. نعم العنبة. اه تيديروها في هذوك البلاطيات الصغيورين. اه تقلعها في الغرف وتتكبى في البلاطو. من بعد ما وقع هادشي وهاد الناس كيتخباو عليك وداك الشيء وبنتك قالت لك هادشي ديتوها وصل الوقت ديال الولاده. كيفاش ولدت هاد البنيته وهي عندها 12 عام؟ المهم دازت عليها شنو خرج الوجع واعر شويه جا فين ديتوها؟ دينا للسبيطار هنا في تيفلت. صافي دازت عليها واخا غوتت بزاف وداك الشيء. المهم الطبيبات داروا معها داك الشيء. الطبيبات ولدوها؟ اه. منين ولدات وخرج وليد؟ دابا داك الوليد في نظرك انت شكون باه شنو هاد الجيران ديالكم هاد العائله ديالكم وجاو عندكم شي واحد قال حنا غادي نتبناو هذاك الوليد؟ صافي منين وقع داك الشيء حتى واحد ما جا عندنا حتى شي واحد ما جا عندنا. صافي منين تعتقلوا ولادهم صافي ما بقاوش كيجيو عندكم. آه. قبل كانوا كيجيو عندكم. نعم. يا راجل كانوا كيجيو يطلبوا القضيه. آه. ما توصلش عند الجمهور. اه كانوا في مرت هذا دابا اللي مشدود اللي عندو ثلاثه الوليدات كان يوميا عندي ما كانش تبغي تخرج من عندي. المهم واخا تنجينا وياه بلاصه وحده تنزلو بلاصه وحده غانا تنلحق للدار. مرات هذا اللي مشدود كانت صاحبتك؟ اه ما عمرها جبدات معاك هذا الشيء وهي كانت عارفه؟ تكون عارفه. قال لي راجلك من غير انه كان كيدخلوا عندها هنا البنت كان كيديها حتى لدارها بعض المرات. اه يكون كانت تديها حتى لدارها من تيكون شي واحد ضروري كيدخلها للدار. اه دابا انت تطعنتي من هذيك صديقه ديالك. آه. واش عمرك كنتي كتوقعي بان هذيك صاحبتك غادي تكون عارفه بنتك كتعرض للاغتصاب وتسكت وخصوصا ان من راجلها؟ ضروري غتكون عارفه. عارفه. ضروري غتكون عارفه. انت كانت ديما تجي عندي. انت زعما غاتجي واش تعرف واش كاين شي اخبار ولا لا فهمتي؟ شنو كانت كدير؟ كنت تجي واخا ما غاتطلب حتى شي حاجه. خاصها غاتجي كتجي تدخل عندك الدار تشوف الدريه تسلم عليها. اه تجي عادي تجي تقعد تضحك تدي كل شيء فاش تنسوى تنقول لها جيتي تقول لها جيت. واخا منين تعرف هادشي ما بقاش كتجي عندك؟ لا صافي. باقيين كتخدموا في نفس البلاصه؟ لا صافي انا من وقع المشكل ما بقيتش تمشي. ما بقيتيش كتخدمي وهي باقا كتمشي تخدم؟ باقا تمشي تخدم. دابا انت الام ديال سناء وقع لها هذا المشكل وهذا الوليد هذا شنو كطالبي انت من المحكمه؟ شنو كطالبي من المحكمه لهاد الناس اللي تكرفصوا على بنتك؟ هادو خاصهم العقاب بزاف. نذكر ماشي بنادم حيوان هذوك ثلاثة وبنت باقا ما عارفاش خصهم العقاب وتنطلب حق بنتي المحكمة. بنتك وتشاهد الوليد. اه يعني باش يعرف اصلا منين ربا فين شنو تنطلب. دابا بنتك باقا صغيرة عندها 12 عام هي اصلا خصها تربى كيفاش كتعامل مع الوليد ديالها؟ شكون اللي كيربي؟ واش كترضعو؟ شنو كدير؟ ما كترضعوش. ما كترضعش بزولة. اه. كيفاش كتعامل معاه؟ شكون اللي كيربي هذا الوليد؟ دابا واش هي ولا نتوما؟ لا غير حنا تنغسلو ليه تنبدلو ليه تنديرو ليه كلشي. هي ما كتعرف دير والو. ما تعرفش دير تالي كلشي ما تعرف واش دير. كتعرف دير والو. اه. دابا انت وجدها هما اللي كتكلفو به. اه. حيت هما اللي تربيو. وفين هي دابا الأم ديالو؟ كاينة. غير شوية. كتخليه لك انت هي. اه. تقربش ليه واخا تتقرب ليه شويه ماشي بزاف ما تت دابا هي عاد بالها صافي ما دابا بحال خوها الصغير وصافي. آه. دابا من بعد ما دابا هي قبل ما هادشي قلت لي كانت كتجري وتلعب مع الدراري. آه. كانت تلعب مع خوتها الصغار كانت تجري معاهم كلشي. دابا من بعد ما وقع لها هادشي باقا كتخرج تلعب مع الدراري الصغار؟ مع خوتها. اه دابا باقا تلعب مع خوتها الدراري الصغار ولكن ماشي بديك الطريقه القديمه يعني معقدة شويه. اه واخا تخرج تلعب مع خوتها داكشي تعقدات دابا كتمشي لشي بلاصه بوحدها وتجلس شنو كدير؟ هنا في الدار تخرج بوحدها وتقعد ولكن ما تقعدش بزاف برا. اه تدخل الدار وتجلس بوحدها. اه. كتجمعش مع الدراري كيف كانت؟ واش كتلعب معاهم كيف كانت ولا لا؟ لا بتاع اللي كانت مع خوتها ملي كانت باقا ما بقاش داك. اه بحال دابا تنعزلات بوحدها. اه بحال اللي دارت فهمتي بحال اللي تعقدت ما بقاش تلعب بزاف مع خوتها ما بقاتش اخوها ما تيدخلوا عندها تيبغي يلعبوا معاها هي ما صافي. قاتش هي داك اللي كانت مع خوتها في الاول كانت تلعب معاهم كانت كلشي دابا لا خصوصا انها هي ما عمرها مشات للمدرسه. لا يعني صحابها هما خوتها ديال الدار وصافي كتلعبي مع خوتها. خوتها شنو كيقولوا هذا الشيء شنو خوتها هي الكبيره ولا هي الصغيره؟ لا هي تابعه خوتها كاين واحد كبر منهم تابعوا الاخر حتى هي الكبير في ولادك شحال في عمره؟ المهم هي تابعه خوتها. وشنو كيقولوا خوتها شنو كيقولوا؟ انت هما تعقدوا من سمعوا هادشي تما راه بحال يبقى تصدموا. اه تا
تموت صدمه.